السلام عليكم. السلام عليكم، صباح الخير. نتلاقى الليلة في مي لايف توثيق جديد لإبداعات خرطومية، لأن أنا جغرافيا في الخرطوم. أنا في آخر العمارات، بداية الدرجة الثالثة في شارع 61. ده شارع العمارات، دي مستشفى أبو العلا، الحوش بتاعه. لفتتني جدارية. أنا أصلا كنت جاي لجدارية في نادي العمارات، لقيت النادي مقفل، وأنا لفت في الشارع انتبهت، يعني ده ناخد اليوتيرن ورجع تاني في 57، اكتشفت إنه في جدارية معمولة في الحوش التابع لمستشفى سعد أبو العلا. فخلينا نشوفها مع بعض. قبل ما اشوف الجدارية، في حاجة كانت حاصلة بعد ما كتبنا يعني كتبوها الثوار في المنطقة دي او جاي مناطق تاني، وبعد ذاك بقى في شطب شعارنا الايكون حرية سلام وعدالة ثورة خيار الشعب، وانا مشطوب تسقط بس. فنحن هسه في بشر جديد والجداريات قاعدة، مع انه للاسف برضه حصل فيها تشويه، لكن خلينا نشوف الجداري في البدايه. طبعا الجهه الثانيه مكتوب هنا مدنيه، في كتاب، في رسم هناك بعيده شويه. نبدا بالجداريه بجاي لك. كان داكا رافع العلم، متوشحه بالعلم، وخلفيه العلم، علم نميري. سلمية مدنية معمولة بشكل هاشتاج، بس المفروض يكون موصل مع بعض عشان يبقى هاشتاج. سلمية كبه صغيرة، هنا مدنية في شكل شراع بتاع مركب، العلم القديم مع العلم الجديد، علم الاستغلال وعلم نميري. مدنية سيدة قاعدة في خلفية العلم بألوان مختلفة. أنا ما أعرف الكحولية ما تبع العلم، طبعا الكحولية تبع بلوفور السودان. مدنية الكتابة القديمة ما راحت تسقط، سقطت بعد ما سقطت. مدنية الخلفية على العلم القديم. حرية سلام وعدالة شعارنا الايكون. مدنية حمامة السلام. العوالق ديل ناس عوالقني خلينا الزحف الاخضر كانوا كاتبين يقدروا يشوهوا جدارية زي ما شايفين. الزواحف ديل في المسيرة بتاعتهم 14 12 لموا لها ناس من الولايات، وبعد ذاك جروا من جنب بومبان. المهم وشايلين في راسهم الصحفي الوقح ده اسحاق حفظ الله. طيب هنا علم السودان الجديد، علم نميري، وعلمنا الاصلي كله في شكل ورده، مكتوب مدنيه. دي الجداريه بشكلها كامل. مستشفى سعد أبو العلا، دي جدارية مستشفى سعد أبو العلا زي ما شايفينها. بالجهة الثانية زي ما قلت لكم، في مكتوب مدنية زي ما شفنا قبل شوية، وفي رسمة صغيرة كده نختم بها الجدارية. هي ما عندها علاقة بثورة ديسمبر، لكنها يعني في نفس المنطقة. أنا هختم بيها لأنه ما حقدر أقطع أي رايح في الشارع تاني، وما أقدر أصور من هنا لأنه في ناس قريبين منها، فما أقدر يصوروا في اللايف بدون ما أستأذنوا.
الطنبور والعم الرجع لوردي ديل هلنا في الشماليه وهلنا في في النيل الازرق مش عندهم طنبور افتكر ما اعرف ادخل غناء كريم في الطنبور والغنى شنو لكن ممكن له علاقه بالتنوع هنا السودان ما احنا اسلام ناس اسلام جانبي عن طريق الطرق الصوفيه كلاوي القبش وقبلها غلالون العيد الركابي دي الناس دخلوا الاسلام فعشان كده احنا مسامحين في الحاجات دي كلها مع بعض بكون غنى مع قران كل مع بعض مدنيه طيب بكده بيكون التوثيق للجداريه دي اكتمل انا شاكر لكم شديد لحسن المتابعه نتلاقى ان شاء الله في ميلايف توثيق جديد لابداعات خرطوميه او ام درمانيه او بحراويه وثقت للحصل بعد المجزره وثقت لشهدانا وثقت لثوره ديسمبر المجيده كنت مفكر انه اشتغل جزء من اوثق جزء من الكتابات في 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 الحوادث دي الكتابات الثورية دي لكن تذكرت انه انا قبل كده اشتغلتها في فريغريد في المفتش هذا الناس بتعرفه دي الحتة في ده جزء من المور ده الفريق دي ما حي صغير جزء من المور ده على جهة هقول لكم معلم بارز على جهة بول عبد الغيوم حتة على اليمين ما اعرف هل الشمال معاها ولا لا اللي هي جزء فيها في 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 ميدان القراقير كده طيب فما حد اجي نوثق تاني للكتابات الزي دي حتى المشروع طلبت فنتلاقى في ملف طايتو نتلاقى في مين اللايف عفوا توثيق جديد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.